الطريق إلى السيدة أحمد عبد المعطي حجازي. يا عمو، من أين الطريق؟ أين طريق السيدة؟ أيمن قليلا ثم أيسر يا بني، قال ولم ينظر إلي. وسرت يا ليل المدينة أرقرق الآه الحزينة، أجر ساقي المجهد للسيدة بلا نقود، جائع أنا حتى العياء، بلا رفيق، كأنني طفل رمته خاطئة، فلم يعره العابرون في الطريق حتى الرثاء. إلى رفاق السيدة أجر ساقي المجهد، والنور حولي في فرح قوس قزح، وأحرف مكتوبة من الضياء حاتي الجلاء، وبعض ريح هين بدء خريف تزيح ذيل عقصة مغيمة مهومة على كتف من العقيق والصدف، تهفهف الثوب الشفيف، وفارس شد قواما فارعا كالمنتصر. ذراعه يرتاح في ذراع أنثى كالقمر، ذراعه يرتاح في ذراع سلة فيها ثياب، والناس يمضون سراعا لا يحفلون، أسباحهم تمضي تباعا لا ينظرون، حتى إذا مر الترام بين الزحام لا يفزعون، لكنني أخشى الترام، كل غريب هاهنا يخشى الترام. وأقبلت سيارة مجنحة كأنها صدر القدر، تقل ناسا يضحكون في صفاء، أسنانهم بيضاء في لون الضياء، رؤوسهم مرنحة، وجوههم مجلوة مثل الزهر، كانت بعيدا ثم مرت واختفت، لعلها الآن أمام السيدة، ولم أزل أجر ساقي المجهد. والناس حولي ساهمون، لا يعرفون بعضهم لا يعرفون، هذا الكئيب لعله مثلي غريب، أليس يعرف الكلام؟ يقول لي حتى سلام، يا للصديق يكاد يلعن الطريق. ما وجهته؟ ما قصته؟ لو كان في جيبي نقود، لا لن أعود، لا لن أعود ثانيا بلا نقود. يا قاهرة، أيا قبابا مدخمات قاعدة، يا مئذنات ملحدة، يا كافرة، أنا هنا لا شيء، كالموتى، كرؤيا عابرة، أجر ساقي المجهدة للسيدة، للسيدة.